يا رب ان شاء الله. طيب خلينا نطلع عبر سكايب مع الناقد الرياضي الاستاذ صابر الغراوي. استاذ صابر، ازي حضرتك؟ مساء الخير كابتن اسلام، تحياتي ليك وتحياتي للكابتن سمير والكابتن ايهاب، ودايما منورين ان شاء الله. اهلا بيك يا استاذ صابر. يعني بعد مباراه امس، يعني كلمنا عن الاجواء في ارض المونديال. الاجواء الحقيقه بدات من ارض الملعب، من اثناء المباراه وبعد نهايه المباراه، واستمرت لحد اليوم. يعني انا بس عايز اركز في البدايه على الاجواء الجماهيريه، لانه رده فعل الجماهير كانت اجمل مما توقعنا الحقيقه. أيوة. كان ردود الافعال فيها احترافيه كبيره جدا من جمهور الاهلي. الجمهور زي احنا دايما ما بنطالب النادي انه يطوي صفحه اي مباراه سواء بالفوز او بالخساره، الجماهير طوت الصفحه سريعا، وابتدت من لحظه خروجها من الملعب تبتدي تجهز لمباراه الثالث والرابع، تجهز الاعداد وتجهز الرابطه وتجهز الاعلام وتجهز حتى الهتافات. عايز اقول لك يا اسلام، بنفس الحماس اللي جهزت بيه لمباراه الدحيل، ونفس الحماس اللي جهزت بيه لبايرن ميونخ، ولم تتاثر سلبا زي البعض ما ردد او اشاع ان الجماهير زعلانه. لا بالعكس، الجماهير كانت فخوره بالاداء بشكل عام، وفخوره بالجهد اللي بذله اللاعبين داخل ارض الملعب، وده انعكس على تحضيراتهم لمباراه بالميراس المقبله. اتمنى ان شاء الله واتوقع حضور كمان كبير جدا داخل ارض الملعب، مش هيقل عن الحضور اللي حصل من جمهور الاهلي في مباراه البايرن، وده ان شاء الله نتمنى انه ينعكس بشكل ايجابي على الروح اللي هيأدي بيها اللعيبه داخل ارض الملعب. بس كمان خلينا نشير وننبه لصعوبه المباراه. بالميراس فريق قوي، وما حدث في المباراه الافتتاحيه ليه كانت ظروف استثنائيه وظروف غير طبيعيه، لانه بالميراس كان وصل للدوحه قبل مباراته الافتتاحيه ب 48 ساعه، وكان في ارهاق وكان في غيابات. يعني احنا عندنا دلوقتي كان في لاعب مهاجم زي ويسلي ما لعبش المباراه السابقه، وغالبا هيرجع في مباراه الاهلي، وفي كمان اللاعب جابرييل فيرون غاب عن المباراه الماضيه، لعيب متميز واحتمال كبير، لان الاثنين شاركوا في تدريبات بالميراس اليوم لاول مره، وفرصتهم على الاقل من الممكن الدفع بيهم في الشوط الثاني. المدرب ابل فيريرا اتحدث عنهم وتحدث عن امكانيه مشاركتهم. في المقابل اللاعب جوزيه فيفياني لاعب خط الوسط اللي تعرض لاصابه خفيفه في المباراه الاولى، اصبحت مشاركته صعبه جدا، نفس موقف علي معلول تقريبا، اصبحت مشاركته في المباراه صعبه، وده هيكون هو جوزيه ده هيكون هو الغائب الوحيد تقريبا عن بالميراس في مباراه الاهلي. طيب على الجانب الاخر، الحقيقه الكل اشاد بعظمه جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه، الكل اشاد بالشكل الرائع اللي ظهر عليه جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه. المطلوب بقى خلال الفترة اللي جاية المساندة، زي ما حضرتك قلت وبدأت، ان الجمهور بالفعل طوى صفحة بايرن ميونخ وابتدى يفكر في الصفحة القادمة او المباراة القادمة، وهي مباراة بالميراس. وهي الحقيقة الكل بيجمع على صعوبة هذه المباراة، لانه زي ما انت قلت وزي ما الكل الحقيقة بيجمع خلال هذه الفترة على ان هناك ظروف استثنائية حدثت في المباراة الاولى ما بين تجريز و وبالميراس، وبالتالي الجمهور بقى هيعمل ايه خلال الفتره دي؟ انتوا حكيتوا لنا على اللي كان بيحصل قبل مباراه بايرن ميونخ، عايزين نعرف اللي هيحصل بقى خلال النهارده، بكره، بعده، او اثناء المباراه. انت كنت بتقول لنا دايما ان في الدقيقه كذا هيحصل كذا، الدقيقه كذا هيحصل كذا، الدقيقه كذا هيحصل كذا. ماذا اعد جمهور او رابطه الجمهور اللي موجود في ارض المونديال للاعيبه النادي الاهلي ولفريق النادي الاهلي قبل مباراته في القادمه؟ نعم، في مواجهة إسلام، في مواجهة الحقيقة ما بين جمهور الأهلي وجمهور البرازيلي، مواجهة خاصة في المدرجات بخلاف المواجهة اللي موجودة على أرض الملعب، لأن هنا في الدوحة في جالية برازيلية كبيرة جدا من عشاق بالميراس، وبالتالي في بعض التوقعات إنه في هيكون في حضور، مش هنقول حضور كبير بس على الأقل هيكون حضور جيد، مش هيقل عن 3000 متفرج من الجمهور البرازيلي. وكمان الجمهور البرازيلي معروف بحماسه ومعروف بتشجيعه القوي، فهتكون في مباراه. بدا الجمهور الاهلي عارف الجزئيه دي تحديدا، احتك بالجمهور البرازيلي في كتير من المباريات، في بيجهز للمباريات اللي داخل المدرجات. الرد الفعل بقى في اللجنه المنظمه المحليه ومن الاتحاد الدولي على جمهور الاهلي تحديدا، الحقيقه انه الاشادات بنتلقاها من اللجنه المنظمه من قبل انطلاقه البطوله وحتى عظمه بصراحه، وكمان رده فعل الجمهور داخل
داخل ارض الملعب كان فيه ردود افعال جيده جدا تلقيناها. دايما بيصفوا ان جمهور الاهلي هو ملح البطوله وهو افضل ما في البطوله وهو اجمل ما في البطوله. ردود الافعال من كل الاطراف بلا استثناء، بغض النظر عن مستوى الاهلي واداء الاهلي ونتائج الاهلي، في اشادات بمستوى الاهلي بالطبع، ولكن الاشادات معظمها كان بيصب في جانب الاهلي. حتى لعيبه الانديه الاخرى المشاركه في كل احاديثهم كانوا بيتطرقوا بالطبع للاجزاء الفنيه وللمباريات داخل ارض الملعب، انما كان دايما في جزء من تصريحات المدربين واللاعبين والاجهزه وكل الاجهزه على جمهور الاهلي، وازاي انه ادى طعم للبطوله مختلف تماما، وانه وجوده كان ضروري جدا لاظهار البطوله بهذا الشكل الرائع. الجمهور مش بس بادائه في الملعب او في المدرجات يا اسلام، لا، الجمهور في تصرفاته خارج محيط الملعب والتزامه بالاجراءات، اجراءات مشدده جدا 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 صارمه بشكل لا يتخيله احد. الجمهور الاهلي كان ملتزم بشكل رائع جدا ويثير الاعجاب ويثير الدهشه، مفيش خروج على النص. عايز بس اذا سمحت لي اسلام اشير لجزئيه بسيطه لتعليق الناس على بعض الاجراءات الصارمه فيما حدث مع كهربا وحسين الشحات. انا عايز اتكلم على موقفين تحديدا. موقف حصل في البطوله دي في بدايتها مع المدرب الكوري الجنوبي مع أولسان هيونداي، لما حضر في البدايه ما كانش يعرف، لانه ما كانش هو المدرب مع الفريق في دوري ابطال اسيا اللي اقيم هنا من شهر ونص في الدوحه. مدرب جديد وجه، ارتكب خطا بسيط جدا في البدايه، نزل من اسانسير غلط فطلع في شارع غلط، وبالتالي تم حجره 3 ايام وابتعد عن فريقه وما قدرش يقود تدريبات فريقه قبل المباراه الاولى. ده نتيجه للاجراءات الصارمه. كمان موقف حدث قبل البطوله لما فريق كوبي فيست الياباني كان موجود هنا وكان معاه انيستا موجود ومعروف تشافي هنا مدرب السد القطري موجود، وهم صديقين عزيزين جدا وقريبين الى بعض، وبالرغم من ذلك انيستا قعد شهر كامل في الدوحه ما قدرش يقابل تشافي وما قدرش يشوفه بسبب الاجراءات المشدده. يعني الحقيقه الاجراءات الاحترازيه دي يجب ان يتم الاتفاق من الجميع، او تم الاتفاق من الجميع الحقيقه على الالتزام الكامل بهذه الاجراءات، لان في مصلحه البطوله الحقيقه بشكل عام. فنتمنى ان شاء الله ان تكون الاجراءات الاحترازيه او يتم الوفاء بها خلال اليومين 3 اللي جايين. انا بشكرك شكرا جزيلا لزميلنا العزيز الاستاذ صابر الغراوي على كل هذه المعلومات من ارض المونديال. زي ما حضراتكم بتشوفوا بنحاول نجيب لحضراتكم ماذا يحدث ورابطه الجمهور والجمهور الاهلاوي العظيم اللي متواجد هناك بيعملوا ايه وهيعملوا ايه خلال المباراه القادمه.